حسن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي موقفه من الصيام في الساعات القليلة التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني غدا السبت في مدينة كييف الأوكرانية. وكانت بعض التقارير أكدت مؤخرا أن صلاح لا ينوي الامتناع عن الصيام في النهائي، إلا أن الأمر يبدو مخالفا للحقيقة. وكشف روبن بونز في تصريحاته للإذاعة أبرزتها صحيفة ماركا في معسكر الفريق في ماربيا، كان يصوم إلا أنه أيام الخميس والجمعة ويوم المباراة سيأكل بشكل طبيعي.